السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في جديد في قناتي وقناتكم عالم اميك متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم في اتم الصحه والعافيه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لا فيديو اليوم كما كتشوفوا معنا عندنا واحد الشقه للبيع، ولكن قبل ما نبداها بغيت نقول لكم شكرا لكم، شكرا للناس اللي انضموا لينا جداد، مرحبا والف مرحبا. هذه قناتكم متخصصه في العقار في المغرب كامل، والله يسخر الجميع. اللي عنده ارض وعنده دار وعنده ابارتمون عنده اي حاجه ديال العقار كتباع وتشرا، مرحبا به والف مرحبا. خلي لنا الميساج في الواتساب، راه كنخلي الرقم ديال القناه واتساب القناه في صندوق الوصف، يتواصل معايا ويكون خير ان شاء الله. كما كتشاهدوا معنا لا فيديو اليوم، عندنا واحد الشقه جات في الطابق الثالث، اقامه بدر محفره ما فيهاش الاسانسور، بوريقتها كاملين، فيها 55 متر مصلوحه بالقفز ديالها بكل شيء ليها. كما قالت لي السيده مشمشه نهار كامل، وفي الاخر ديال الفيديو غنخلي لكم الاطلاله ديال الدار علاش كطل باش تشوفوها بعويناتكم. مالين الشقه كيطلبوا فيها 26 مليون، كما قلت لكم جات في الطابق الثالث، اقامه بدر طريق لساسفه، هذه في الدار البيضاء ومحفظه. غنخلي لكم رقم التليفون ديال صاحب الشقه في العنوان، اللي مهتم يتواصل معاه والله يسخر الجميع. وكما كنقول لكم ديما وكما تعودتوا مني، تواصلوا كما كنقولوها في اوقات العمل، يعني قبل 9 الليل تواصلوا مع الناس الله يجزيكم بالخير. اللي كيتواصل واتساب يتواصل واتساب، اللي كيعيط بالتليفون يعيط بالتليفون، غير الله يجزيكم بالخير نحترموا بعضياتنا. دابا ان شاء الله انتم غادي تشوفوا معايا الدار كيفاش دايره. صراحه الحمام انتم هو هذا اللي انفاس معنا، حمام هو مزلج مقاد. وشكرا للسيده، لان كما قلت لها صورات، صورات بالتليفون بالعرض وصورات باللاتي عليها. هذا هو الحمام كما كتشوفوا، تما كاين الدوش وهنا الطواليت وهنا لافابو. وشكرا بزاف انكم درتوا الثقه في القناه ديالنا، والله يسخر لكم. رغم انه كما كنقول لكم باقي الناس ديال الدار البيضاء ورباط مراكش باقي العدد ديالهم قليل، وكنتمنى ان بهذا النوع ديال الفيديوهات هذا يوصلهم كما كنقولوا يوصلهم الخبر، باش اللي عنده شقه باغي يبيعها او اللي عنده دار بغى يبيعها او اللي مهتم بالشراء، القناه ديالنا متنوعه وفيها هميزات وفيها اثمنه مناسبه. وصراحه ملي كنشوف بحال هذه الاثمنه في الدار البيضاء كنقول يا حسره على طنجه. انا صراحه الاثمنه رجعت بعض المرات كتكون خياليه في طنجه، كتكون خياليه بما تحمل الكلمه من معنى. كتلقى ابارتمون فيها 55 متر وكتباع ب 45 مليون، هنايا هذه ابارتمون فيها 55 متر وكتباع ب 26 مليون. اكيد الطريق ديال سفا ماشي في الدخله ديال كازا. دابا حنا حتى في طنجه، على برا طنجه في الغابه الدبلوماسيه، الناس رجعوا كيطلبوا 40 مليون 42 مليون 43 مليون. هذه هي الغرفه ديال البنيتات ديالها كما كتشاهدوا معنا. البيوت هما هادو كنظن تكون فيهم 3 على 3 او اكثر او 4 على 3 على ما اعتقد. وهذه هي الغرفه الثانيه، دابا غندوزو لا كوزين. وللاشاره والبيت ديال البنات كيطلع للكوزينه، لان الكوزينه فيها سرجم تبارك الله كبير. على ما كنظن كان هاد الجهه حدا حد لها الكوزينه، وهذا كان بالكون الا ما خفت نكذب. كنتمنى انا صاحبه الشقه تاكد لي هاد المعلومه، هذه جاتني بحال كان بالكون، يعني السيده راها صالحه الدار ومصايباها. هذه هي الكوزينه كما كتشوفوا معنا، مصايبه لها الالومنيوم لتحت. انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، وما تنساوش الاخر ديال الفيديو غتشوفوا الاطلاله ديال لابارتمون، وما تنساوناش اكيد باللايك وبالتعليق. واللي عندك شي حاجه للبيع مرحبا والف مرحبا، هذه قناتك تواصل معنا ويكون خير ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي صيفطوا لي شحال هذه ومازال ما قريتش لي ميساج ديالهم، الله يجزيكم بالخير، فكروني ديروا بولات حمر، كتبوا السلام عليكم، كتبوا اي حاجه باش الميساج ديالكم يطلع الفوق، لان تبارك الله الميساج بزاف وكيهبطوا لتحت. وراه عندي جوج نوامر، هاد النمره هادي والنمره الاخرى، راني كنحير ما بين هادي وهادي، غصبروا عليا والله يسخر الجميع والله يسهل عليكم جميعا يا رب العالمين.